الرصاص الا ما كانش عنده خبره وما عارفش كيقول ليه مول الدارو دير شوفوا قطع لي الغاز تيقطع لي 10 دقائق 5 دقائق يقطع كيجي هذاك تيقلب تيقول ليه بلادي راه عنده هاد البياسه خاسره وكيحيدها ليه تيولي خدام داك الشيء ديريك يعني هنا ولينا في مسار الخطر غنشوفوا الفاخر واش الفاخر كيقتل راه الطريقه باش تيقتل الفاخر باش تيقتل الشوفو البوطه الصغيره راه تقتلك الا دخلتي معاك البوطه للدوش راه تقتلك يعني هنا ما عنده علاقه بالجوده باش تعرف هذا علاقه بسم الله الرحمن الرحيم بن بواري ميلود رئيس الجمعيه المهنيه للاستراتيجيات سوس ماسا شكرا لريمال تي في على هذا اللقاء اللي غادي نوضحوا فيه المسائل ديال السخانات اللي كيخنقوا الناس في هذا البرد اولا غادي نبينوا ديك المغالطه اللي كيقولوا بان الغاز كيتخلط مع الماء راه هذه المساله ما كايناش يعني الغاز راه امبوسيبل باش يتخلط مع الماء و لان كاين سميتو كاين واحد الحاجز بين الغاز والماء ما يخليش الغاز ماشي يختلط مع الماء هذه مغالطه يعني ما خصهاش تكون ثانيا اللي يشوفوا راه خاص الرصاصين او الحرفيين يعرفوا بان كاينين ثلاثه ديال اللي يشوفوا ثلاثه ديال لي موديل يعني كاين واحد الماركه اللي هي ثلاثي الحمايه وكاين ثنائي الحمايه واحادي الحمايه ثلاثي الحمايه راه جديد يعني واحد الموديل اللي هو جديد اللي دخل دابا المغرب في 2020 يعني هاد الشوفو راه الى ركبتيه كاع في الدار ما كاينش الشيميني راه هو كيعبر احادي اكسيد الكربون اللي كينقص الاكسجين كيقطع الشوفو ما كيبقاش قدام يعني هذا واخا تركبو كاين الشوفو ثنائي الحمايه لاجباريه الشيميني لان هو غتركبو في الكوزينه ولا في وسط الدار ولكن غدير ليه الشيميني خارج برا لانه ضروري وكاين شوفوا اللي هو احادي الحمايه اللي خاص يركب في البالكو او في السطح يعني هادو ولا بدا نوضحوا هاد المسائل هادي وثانيا الرصاص خاص يتحمل المسؤوليه ديالو مشكور كرصاصين لان كاين الرصاصين تبارك الله اللي هما مؤهلين ومحترفين وكيعرفوا العمل ديالهم وكيتحملوا المسؤوليه باش يركبوا يشوفوا في الاماكن اللي بغاو اللي تيستحق يركب فيها وما يركبوش الشوفوات يعني غير يجي يركب ويمشي خاصو يشوف الشوفو واش صالح ليه تما ولا ما صالحش ثانيا المسؤولية الشركات عليهم بدورات تكوينية للحرفيين ويتعاونوا معاهم باش الرصاصين يكونوا مؤهلين ويفهموا وثاني على المهندسين او الارشيتيك حتى هما خاصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم ويديروا لنا الاماكن فين نركبوا الشوفويات لانهم غالبا ما كيديروش هذا الشيء والناس ولات عندهم الشوفو في سيرتو وقت البرد ضروري من الضروريات المهمه اللي خاصها تكون في الدار اي دار فيها الشوفو وردوا البال لنا في هذا السكن الاقتصادي اللي كنلاحظوا فيه هذه المسائل ديال الاختناق بزاف اللي ما كيكونش فيهم الاماكن فين يركبوا السخانات وثانيا الحمد لله هذه الحملات التحسيسيه اللي كنديروا من 2012 لدابا راه عطات الثمار ديالها لان جهه سوس ماسا هذا العام الحمد لله والشكر لله بالمجهودات ديال الصحافه وديال الحرفيين وديال الشركات وديال كل المتدخلين بان نقصوا عندنا الحالات في جهه سوس ماسا رغم باقي بعض الحالات على الصعيد الوطني نتمنوا ان شاء الله ما بقاوش نسمعوا فيهم وكنشكروا الجمعيات اللي على الصعيد الوطني اللي كتقوم تاهي بعض الحملات التحسيسيه ولكن خاصها تكون واحد الحمله ان شاء الله وطنيه باش كل شيء يعرف اشنو السبب اللي كيخلي الناس باش يخترقوا بهذا الشيء ديال الغاز ندوزو للمساله ديال اللي يشوفوا ديال الضو حتى هو هذا الشوفو ديال الضو عنده ثلاثه ديال المخاطر اللي هي غنتكلموا عليها هما هو راه 95% ما فيهش الخطر
لان الغاز ديال الضو كيجي تيطلع غالي على الناس، لان ما عندوش الدعم، لانه الكهرباء ما مدعوماش، اما الغاز حيت عنده كيدعموا الدوله داكشي باش تيتقى مرخيص. وشوفوا ديال الضو المشكل ديالو هو الجروب سيكيوريتي، يعني الحمايه، والترموستا اللي كتكون خاص تكون الترموستا ديريجين، ويكون البياس ديالو دوريجين، لان الضو ماشي بحال الغاز ديما كيعتمد على الجوده. الا ما كانش شوفوا يعني السخان ذو جوده عاليه، يعني غادي يكون كيستهلك الكهرباء بزاف وما غاديش يصبر ليه مزيان. وثاني شوفوا خاصو يكون عنده ثلاثه ديال السيكيوريتي، يعني الجروب سيكيوريتي والترموستا اللي كتقطع، وحتى داك البرانشما ديال الضوء ديال الماء خاصها تكون بالفليكسيبل، ما يديروش النحاس باش حتى لا جاب الله هذاك شوفوا ما قطعتش الترموستا والجروب سيكيوريتي ما دارش الخدمه ديالو، شوفوا ما يتفرقعش، يتفرقع الفليكسيبل باش ما يتفرقع داك شوفوا ويدير شي مشاكل. وما بالنسبه للسيكيوريتي ديال الضوء، يعني راه الضوء عنده الحمايه ديالو، راه من باقي يكون شي سيركوي كديزانكتور كيدير الدور ديالو كيقطع الضوء نهائيا. الناس بالنسبه للشرجم ديال الدار انا ما كنعتبرهمش سيكيوريتي، لان الشرجم وقت البرد كل شيء كيسد الشرجم. الحمايه هي يكون عندك شيميني خارج ما كيتحكم فيه حتى واحد، يكون سامبل باش يبقى محمي. اما الشرجم يقدر يكون البرد يجي يسدو واحد وانت ما شتي كاع ما رديتيش البال كتمشي دوش كيوقع المشكل. يعني خاص الشرجم ما يعتمدوش على الشرجم بانه راه كيحمي من الاختناق، وانما الحمايه من الاختناق هو يديروا داك الشيميني خارج الدار اذا كان عندهم، شوفوا اللي كيركب بالشيميني. المساله الثانيه هو راه خاص الرصاص ولا مول الدار يقرا التعليمات اللي كتعطي الشركه، راه كتكتبها في الجنب الايمن ديال شوفوا، راه كتكتب جميع المعلومات، اش من طندور واش الطريقه باش يركب وفين غادي يركب. وحتى لي طندور راه حتى هما مهمين في هذا الشيء ديال الغاز، هو خاص التندور يكون سامبل ديال 28 ميني بار على حسب اللي شوفوا اللي اقتنيتي، واش 5 لتر ولا 6 ولا 10 لتر. لان شوفوا دابا كيجيبوا شوفوا ديال 5 لتر باش يعطيك 5 لتر ديال الماء السخون في الدقيقه على حساب 50 دوغري، ولكن مع البرد تيكون ديك 50 دوغري ما كافياش الانسان، ما كافياش هذيك السخونيه، كيمشي يجيب واحد الطندور اللي هو ديال الريكلاج، اللي هو غير يعني هذاك الطندور ما خدامش، وكيجيبوه هو كيديروه باش يعطيه الماء السخون بزاف. هذه المساله راه خاصها تكون في الاول ملي يمشي التكنيسيان ولا الرصاص للدار يشوف شحال ديال الناس كاينين، واش يصلح لهم ديال 5 لتر ولا ديال 10 ولا ديال 14 ولا اي، يشوفوا اللي غادي يصلح لهم عاد يعطيهم داكشي اللي غادي يصلح لهم. لان ما يمكنش تجيب واحد تشوفوا ديال 5 لتر وانت عندك 6 ديال الناس ولا 7 ديال الناس في الدار، وبغيتيهم يعطيك ديك 60 دوغري 70 دوغري ديال الحراره، راه غادي تولي دير هذاك التندور وتسبب في الخطر ديال الناس. النصيحه للناس هو عليهم يسولوا على الرصاص المؤهل، ويتصلوا بالناس اللي عندهم خبره، ويديروا معهم علاقات باش يبقى يسولوهم وهما يفيدوهم ويعطوهم المعلومات الصحيحه على حسب اللي يشوفوا، باش ما يطيحوش في هذه المسائل ديال الاختناق. ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ما باقيش نسمعوا هذه المساله هذه. وكنشكر جميع ونصح الرصاص عليهم بالتكوين ثم التكوين. بالمناسبه حنا راه خدامين على واحد الدبلوم ديال التكوين المهني اللي فيه مده ديال 6 شهور. مدعو جميع الحرفيين، لا الرصاص ولا الكهرباء ولا النجار ولا جميع الحرف اللي بغى ينخرط في هذا المشروع، مرحبا، الباب الجمعيه راه مفتوح، ومرحبا بكم جميعا.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريما تيفي.